أصبح التعلم المستدام أسلوب حياة لكثير من الناس، وأصبح التعلم عن بعد أو التعليم عبر الإنترنت الخيار الوحيد للأشخاص الذين لديهم وظائف أو الذين ليس لديهم المال الكافي للالتحاق بالكليات والجامعات. وعلى الرغم من ذلك، فهناك العديد من الشكوك والأسئلة حول هذا النوع من التعليم. ما هي جودة التعليم التي تقدمها مؤسسة التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني؟ ما هي جودة المناهج والبرامج والدورات التي يتم تقديمها؟ هل سيتم الاعتراف بالشهادة الممنوحة دولياً أم أنها ستكون بلا فائدة؟ سوف يصبح الأمر بسيطاً عندما يتأكد الطالب أن المؤسسة التي يدرس فيها معتمدة دولياً، صحيح؟ إذن إليك تعريفاً عاماً وبسيطاً لما يسمى بالاعتماد. الاعتماد عملية ضمان الجودة، ويتم من خلالها تقييم المؤسسة التعليمية وتطويرها ومراقبتها بشكل مستمر. إن اعتماد مؤسسة تعليمية ما يعني أنها حققت معايير عالية الجودة قام بوضعها ودراستها المختصون والخبراء. ما هي أهمية الاعتماد؟ يوفر الاعتماد فرصة للمؤسسة التعليمية من أجل تطويرها لتقديم خدمات تعليمية أفضل وتأهيلها لتصبح معتمدة وقادرة على جذب أكثر عدد من الطلاب، وبالتالي رفع كفاءتها المادية، بالإضافة إلى أن الطلاب يفضلون اختيار المؤسسة التي تخدم أهدافهم وطموحاتهم، والاعتماد هو ما يضمن لهم التعلم بأفضل معايير الجودة، لأن التعلم الجيد ليس مقتصراً على فئة معينة من الناس، بل يجب أن يكون متوافراً لجميع الناس حول العالم. من نحن؟ International Intelligent Education، منظمة بريطانية مستقلة غير ربحية، تعد جهة الاعتماد الدولي لمؤسسات التعلم عن بعد والتعليم عبر الإنترنت لضمان جودة هذا النوع من التعليم. في عالم التعليم عن بعد يوجد هناك ثلاث جهات رئيسة تقدم الاعتماد، ونعد نحن الجهة الوحيدة التي قامت بوضع أحدث المعايير مثل معيار التعليم الذكي. ومن ناحية أخرى، فإن متوسط وقت عملية التقديم والتقييم عند الجهة الأخرى هو سنتان وبتكلفة تتجاوز $7,000، بينما عملية الاعتماد في شركتنا لا تستغرق سوى 3 أشهر وبتكلفة $1,500 وسطياً. هذا رائع، صحيح؟ إذن لماذا لا يتم منح الاعتماد لجميع المؤسسات التعليمية؟ ما الشروط والأحكام الواجب توافرها في المؤسسة؟ وكيف يمكن لمدير مؤسسة تعليمية ما أن يقدم طلباً للحصول على الاعتماد؟ إذا كنت مهتماً بمعرفة المزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الآتي الذي يقدم نبذة عن عملية التقديم للحصول على الاعتماد، ويتحدث بشكل مختصر عن المعايير الواجب توافرها في المؤسسة المقدمة للاعتماد.